مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا في ألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. ما تيجوا ننظف البيت ونخليه كله بيبرق ويلمع قبل العيد. تعالوا ندخل كده وننظف المطبخ والحمام والسيراميك والحيطان، وتعالوا بقى نشيل أصعب البقع والدهون وجير السيراميك، وننظف المواعين وننظف الاستانلس، ونخلي كل حاجة حرفيا بتبرق من حاجة كلنا بنرميها. قشر البرتقال وقشر اليوسفندي وقشر الليمون، هما ليهم لازمة، ده ليهم لازمة كبيرة جدا. من هنا ورايح عمرك ما هتشتري ابدا سائل تنظيف، بالعكس هتشيلي سائل التنظيف ده خالص، وهتعملي الوصفة بتاعتي دي تفضل معاكي من السنة للسنة. هقولك كمان طريقة تخزين هتقعد سنة كاملة من غير ما تبوظ ولا يحصل لها أي حاجة، هتبقى زيها زي اللي بره بالظبط. بس لو لسه ما شاركتوش في القناة، أتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بنتي سبعة في قناتي، أتمنى تواصلوا دعمكم وانتسابكم في القناة. وزي ما انتوا شايفين أنا محوشة بقى قشر البرتقال على اليوستفندي على قشر الليمون. انا هعمله كوكتيل النهارده، مش هعمل حاجة واحدة، هو ينفع حاجة واحدة بس. عارفين الليمون ده ليه قدرة على التنظيف رهيبة، واليوسفي برضو فيه زيوت عطرية بتنظف اي حاجة بالاضافة لريحته الحلوة. بجيب المقدار اللي انا محوشاه كده، كل كيلو بياخد كوباية مية، وابتدي ان انا اسلق، بوزنهم الاول واشوف هم كام كيلو، وبعد كده ايه ابتدي ان انا اغليهم كل كيلو عليه كوباية مية لحد ما يبقى بصوا مهروس خالص خالص. وبعد كده اصفيه، اخلي المية لوحدها واخلي اليوسف لوحده، وابتدي ان انا اضربه في الخلاط كويس جدا جدا لحد بصوا ما ينعم حرفيا، يبقى كله نفس القوام اللي انتوا شايفينه ده. ده بقى البرتقال على اليوسف على الليمون كلهم على بعضهم. بجيب مصفى كده وابتدي ان انا اصفي، الافضل ان تبقى المصفى ضيقة شوية لو انت عايزة النتيجة تبقى ممتازة، وممكن كمان بشاشة. وزي ما انتوا شايفين كده هيفضل معايا المية دي هي اللي انا هستخدمها، والتفل اللي من بره ده اوعي ترميه عشان ده كنز جوه مطبخك. ده بقى تعبيه في اكياس وتحطيه جوه التلاجة وتغسلي بيه كل حاجة، يعني عايزة تنضفي الحمام، عايزة تنضفي السيراميك، عايزة تنضفي زفارة الطيور، عايزة تنقعي اي طيور كده، خدي معلقة بس. وكمان للكيك بيبقى خطير، معلقة بس صغيرة بديل الفانيليا. وهنجيب صابونتين كده ونبشرهم. طبعا انا عملت لكم قبل كده طريقة الصابون، واسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اي صابون تحبوا تستخدموه، صابون غسيل يكون فيه صودا حلوة علشان بقى ينضف حلو قوي قوي. انا هنا استخدمت الصابون زي ما انتم شايفين، صابونتين بشرتهم حلو، وببتدي ان انا انزلهم على الميه اللي انا بقى عصرت منها اليوسفي. خليت الطفل على جنب، عبيته في اكياس وحطيته في الفريزر، وهشتغل بالميه دي. وهبتدي بقى اني انا ايه احط الصابون وابتدي اني انا اقلب طول الوقت عندي، لو عندي هاند بلندر او لو عندي مضرب يدوي، ابدا ان انا اضربه كويس جدا. بلاش هقول لكم ما تحطوش في الخلاط عشان محدش يقول لي ريحه الصابون وريحه المواد الكيماويه، خلينا نقلب بايدينا. وبعد كده بسيبه كده لمده ساعه، ببتدي احس ان هو تقل معايا او اتحجر معايا شويه، ابتدي بقى اضيف له ميه، وابتدي ان انا اخففه شويه بشويه عشان يوصل للقوام المظبوط. بيكون عندي الصابون اللي انا بستخدمه للمواعين بتاعي، الصابون السائل الجاهز، باخد منه كوبايه، بس قبلها بجيب معلقه كبيره من البيكنج باودر او معلقه من البيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم، اي حاجة من الثلاثة دول بجيب معلقة منهم، واحط كمان معلقة ملح ليمون ونص كوباية من الخل. بصوا ده اسمه قنبلة نظافة، ده بيخلي البيت حرفيا بيلمع. ده بينفع يتنظف بيه السجاد، وينفع يتنظف بيه السيراميك، ينفع يتنظف بيه الحيطان والبوتاجاز والحنفيات واي حاجة تتخيلوها في البيت مش نظيفة بتنظفوها. ينفع تحطيه لبقع الغسيل الصعبة جدا اللي ما بتنضفش. كل اللي انتوا شايفينه ده اتعمل من القشر، بحط كوباية من سائل الاطباق وببتدي ان انا استخدمه. طب نيجي للوصفه التانيه بتاعتنا، الوصفه التانيه من بواقي الصابون. بواقي الصابون دي بتنظف الحمام، بتخليه بيلمع. كل الجير اللي في السيراميك هتلاحظي ان هو اختفى، وريحه الحمام خطيره. هتستخدميه
لمعطر للحمام ومعطر للسيراميك، وبصوا هيبقى جميل جدا. هنجيب بقى الصابون اللي عندي اللي انا بستخدمها في الاستحمام وبحوشها كده لحد ما يبقى عندي كمية، وبحط لكل نص كيلو نص كيلو بحط له كوباية من المية المغلية، مية درجة حرارة 100 درجة حرارتها مغلية جدا. ابتدي ان انا اقلبهم، بسيبهم نص ساعة بيدوبوا زي كده وبيتقلوا جدا جدا جوه الحلة. ممكن اضربهم في الهاند بلندر او جوه الخلاط عشان خاطر يبتدي بقى اني انا ادوبهم حلو قوي، ما يبقاش فيهم اي كتل ابدا ابدا ابدا. الوصفة دي يا جماعة رهيبة في الهدوم، اي حد عنده بقع في الهدوم، بيضة الهدوم البيضة، عشان احنا الوصفة اللي عملناها دي ممكن تنفع للهدوم الملونة. اي حد عنده وصفة عنده هدوم بيضة فيها بقع يعمل الوصفة دي وهيدعي لي. معلقة من الكربونات على نص معلقة على كوباية من الخل، ونقلبهم كويس وننزل عليهم بالطريقة دي، معلقة كربونات على كوباية من الخل. وممكن كمان نضيف معلقة من معلقة من ملح الليمون لو هننضف بيها كوتشيات او حاجات مثلا تكون بيضة. بحب دايما اضيف مية ورد في الوصفة دي علشان خاطر انا بستخدمها في ايديا، فحابة ان انا انضفها كويس، وحابة كمان اني ما تسيبش اثر سيء على ايدي. بحب كمان اضيف الريحة اللي انا بحبها، يعني مثلا ممكن انا لو عندي معطر في الشقة بستخدمه، او معطر سيراميك او معطر ملابس، باخد منه معلقتين كبار واحطهم، بيبقى ريحتها كده مميزة. وكمان ممكن احط ريحة الحاجة، ريحة اللافندر، ريحة الياسمين، أي ريحة أنا حباها، سواء كانت عندي مجمدة حتة كده، حتة مسك مثلا، أي حاجة كده تخلي ريحة المكان حلوة. ونقلبهم كويس جدا جدا. الوصفة دي هقول لك استخداماتها. أول حاجة تنضفي تحطي منها في الحمام، تجيبي كيس كده وتحطيها وتخرمي الكيس وتحطيه جوه الكومبينيشن بتاع الحمام، طبعا بيخلي ريحة الحمام طول الوقت جميلة وحلوة، كأنك بالظبط مركبة جهاز تعطير في الحمام. تاني حاجة بتنظف حرفيا المقابض بتاعة الحمام الستانلس، بتخليها بترجعها بتلمع بتلمع. كمان بتنشيل الصفار اللي بيبقى في سيراميك الحمام لان فيها صودا كتير، فبتنضفه حلو جدا جدا. بتاخدي منها معلقة او اتنين في الغسلة بتاعتك، بتطلع الغسيل بتاعك قشطة ابيض كده، بيلمع بيلمع بيلمع. اتمنى تجربوا الوصفتين بتوع النهاردة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وساعدوكم فعلا في نظافة العيد. واستنوا، ما تنسوش بقى انزل لكم الفترة اللي جاية تنظيف السجاد، تنظيف المطبخ، وتنظيف الاحواض، وكمان هنضيف لكم كل حاجة جوه البيت. هنستقبل العيد ان شاء الله والبيت زي الفل. طبعا بتستخدموها بتخزنوها في ازايز، دي مش محتاجة تتحفظ في تلاجة ولا اي حاجة، مش بيحصل لها اي حاجة خالص. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي، اتمنى توصوا دعمكم وانتسابكم في القناة. تحياتي ليكم، ودايما يا رب استنوني واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.